مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن مسيرات العودة وذكرى يوم الأرض ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل. أهلا بكم دكتور صلاح. بداية، ما الرسائل المراد إيصالها من استمرار مسيرات العودة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة الحال شعبنا الفلسطيني ظلم منذ أكثر من 70 عاما، سلبت أرضه وهجر ثم مورس عليه العدوان والتنكيل ثم أخيرا مورس عليه الحصار القاتل الذي لم يترك طفلا ولا شيخا ولا شابا. وكل ذلك بهدف تقطيع الشعب وإجباره على التنازل عن أرضه وعن مقدساته وعن تاريخه وحضارته. وهذا طبعا يعني من أجله وقف الشعب الفلسطيني على مدى الفترات السابقة يناضل بكل ما أوتي من قوة، إلى أن وجدنا أنفسنا أنه يحيط بنا عالم يعني عربي بدأ في التطبيع مع الاحتلال، والعالم الغربي مشغول بقضاياه بعيد عن يعني إحقاق. سنأتي إلى هذه النقاط دكتور صلاح، لكن في البداية، الاحتلال قتل 3 فلسطينيين وأصاب 316 آخرين، ما انعكاسات هذه الممارسات على الفلسطينيين؟ يعني هو الاحتلال قتل أكثر من 270 منذ بداية هذه المسيرة، واليوم كلل ذلك أنا أصحح بخمسة شهداء. خمسة، نعم. ويعني عدد كبير من حتى هذه اللحظة، وهناك مرشح العدد للزيادة إلى 9 لأن هناك حالات خطيرة جدا. نعم. وبالتالي العدو الصهيوني يحاول من خلال هذا الإفراط بالقتل والتمكين بشباب فلسطين وبالمحاصرين في غزة أن يقول أنه لا يجدي معي مقاومة وما عليكم إلا الاستسلام والدخول في تطبيع معي، أو يعني أن تقبلوا العيش بذلة كما أنتم كما غيركم يعيش. وبالتالي هذه هي الرسالة التي يريدها الاحتلال، لكن حشود شعبنا بمئات الآلاف تقول له عكس ذلك وتقول له أننا لن نرضخ ولن نمكنك أبدا من تركيعنا، ومن ثم يجب أن تدفع الثمن أولا بالاعتراف بحقوقنا وثانيا برفع الحصار عنا في غزة. ولذلك كانت مسيرتنا هي مسيرة الأرض ومسيرة العودة ومسيرة كسر الحصار أيضا، وهذا هو الذي أثبته الشعب الفلسطيني. نعم. أنه قادر على أن يرد الرسالة برسالة أقوى منها. دكتور صلاح، هناك من يربط ما يحدث من انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني بقضية المصالحة الفلسطينية، هل تعتقدون أنها فعلا إن تمت ستكون هي الرادع أمام تجاوزات الاحتلال وانتهاكاته؟ لا، على العكس تماما. يعني هو أولا المصالحة مرفوضة من قبل السلطة الفلسطينية، وهذا الرفض يعني يأتي على خلفية أن السلطة تريد أن تجبر كل الشعب الفلسطيني على أن يوافق على نهجها الذي بموجبه تنازلت عن 88% من أرض فلسطين. ونظرا لهذا الرفض، فإن السلطة تمارس أيضا حصارا آخر غير الحصار الذي يمارسه العدو الصهيوني، ما تسميه هي العقوبات. وليل نهار إعلام السلطة يحرض الإسرائيليين على يعني مزيد من العدوان على غزة من أجل أن تنتهي قصة المقاومة الفلسطينية في غزة ولا يبقى أي سكن ونكون في الهواء سواء كما يقولون. الحقيقة أن المصالحة قدمنا لها كل ما لدينا، ونحن مستعدون للمصالحة وللوحدة وللوقوف في وجه الاحتلال ببرنامج مشترك، ولكن للأسف الشديد سلطة لا تؤمن بالشراكة ولا تؤمن بالوحدة ولا تؤمن بحرية الرأي الفلسطيني، تريد أن تجبر الشعب الفلسطيني على خيار واحد وهو خيار الاستسلام، وهذا مرفوض. ولذلك من الصعب جدا أن تحدث مصالحة في ظل هذا الوضع، ومن الصعب جدا ان يعني نجد انفسنا في حاله من الاستقرار طالما تحرض علينا ليلا نهار. طيب، بالنسبه لفصائل المقاومه كيف سترد على التصعيد الصهيوني سواء بالممارسات او القرارات؟ فصائل المقاومه يعني تتبع اسلوبا وتكتيكا واضحا بالقياس باختلال موازين القوى بين ما تملكه المقاومة من سلاح وما يملكه العدو الصهيوني من سلاح ومن تأييد دولي وعربي وإقليمي. فصائل المقاومة تحاول أن تدخل ما في جعبتها من قوة وتراكم هذه القوة وتعد ما استطاعت من أجل أن تضع حدا أو أن تردع الاحتلال الصهيوني على مزيد من العدوان.
واثبتت هذا، اثبت هذا التكتيك وهذه الوحده الميدانيه المشتركه التي شكلت بفصائل المقاومه انها بالفعل قادره على ان ترد العدوان على الاقل عن الشعب الفلسطيني، وان نعم. تردع الاحتلال وان تردع قطاع المستوطنين عن مزيد من سواء علينا او على اسرانا او على مقدساتنا او على اهلنا في الضفه الغربيه ايضا. دكتور صلاح، تدخرون القوة والسلاح لماذا؟ لمواجهة العدو الصهيوني ولردعه القوة والسلاح. إلى متى سيظل هذا الادخار؟ هذا سؤال فلسطيني من الداخل. ومن قال أننا لا نقاتل؟ ما احنا كل يوم نخوض معركة، وأنتم تعلمون أنه خلال عدد قليل من السنوات خضنا معارك عديدة جدا في 2008 و2012 و2014 وما زلنا حتى الأمس القريب خضنا وتم قصف تل أبيب عدة مرات التي عجزت كل الأمة العربية والإسلامية عن أن تقصف تل أبيب. لا، نحن لا ندخر فقط، نحن نقاتل به أيضا. حال الناس في قطاع غزة من سيء إلى أسوأ اقتصاديا، وهذه المظاهرات التي تخرج، إلى متى سيستمر حالهم بهذا الشكل نظرا لما قلته قبل قليل عن السلطة الفلسطينية أن دورها دور سلبي تجاه القضايا، تجاه قضية المصلحة والمصالحة الفلسطينية وقضية الناس كذلك المتظاهرين وغيرهم؟ كيف ستعالج الأزمة الاقتصادية الموجودة في غزة؟ يعني تعالج بطريقتين. أولا يعني من خلال هذه التظاهرات التي رأيتموها كما سمعتم وستسمعون غدا أن العدو الصهيوني أجبر على كسر الحصار نسبيا، غدا سيفتح المغابر وغدا سيفتح يعني دخول الأموال إلى قطاع غزة من خلال بعض الدول والمشاريع الدولية. العدو فعلا أجبر على أن يخضع لإرادة الشعب الفلسطيني. هناك تحسنات ستحدث في يعني القريب العاجل إن شاء الله على أرض الواقع، وهذا لم يأتي منا من الاحتلال ولا شفقة علينا، وإنما هو من قبيل الضغط الذي مارسته مسيرات العودة على الاحتلال حتى وافق على أن يدفع الثمن. وإن شاء الله نعمل أنه خلال الأسابيع القادمة أن تتوالى إنجازات الشعب الفلسطيني على مستوى كافر. في سؤال الأخير لكم دكتور صلاح، قضيتكم هي لسان حال أو شعار يرفعه كثير من زعماء العرب وقادتهم في القمم العربية والدولية وغيرها، لكن ماذا يوجد على الأرض من قبلهم؟ وللأسف الشديد حتى هذا الشعار لم يعد الرؤساء العرب والزعماء العرب يرفعونه. الآن بالعكس هناك بعض الدول تهاجم المقاومة الفلسطينية بشدة، هناك دول يعني تتخلى تماما عن يعني أن تأتي على لسانها سيرة القضية الفلسطينية، هناك دول تغوص في مشكلات داخلية بعيدا عن الهموم العربية والإسلامية. حتى المقدسات، حتى القدس التي هي عنوان وشرف الأمة العربية والإسلامية يتجاهلها كثير من زعماء العرب في غمرة المشاكل الداخلية بينهم. للأسف الشديد هذا هو الواقع. لذلك يعني نحن نرى أن يعني هذه الأرض المقدسة التي عليها الطائفة المنصورة في فلسطين والتي وعدنا أن نقاتل وننتصر فيها يجب أن تظل هي منارة المقاومة وهي شعلة وصاعق الثورة، ليس فقط الفلسطينية بل ثورة الأمة العربية على الظلم وعلى الاستعمار القائم. الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا لك.